بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت وأنا أتأمل هذا المنظر الرائع من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الشمس تعمل كمولد للطاقة والحرارة والضوء، لا تتوقف. خلقها الله قبل 5 مليارات عام، وهي تضخ في كل ثانية الكثير من الوقود. كيف يحترق الوقود في هذه الشمس؟ انظروا أيها الأحبة، هذه الشمس عبارة عن فرن نووي ملتهب. حقيقة تركيب الشمس بسيط جدا، ربما لا تتخيلون أن هذه الشمس التي لولاها اختفت الحياة على ظهر الأرض، بل لم تنشأ أصلا، لأن الله خلق الأرض وخلق أسباب الحياة وكل شيء عنده بمقدار، فسخر الشمس كجزء من منظومة الحياة على الأرض. هذه الشمس ربما تعجبون إذا علمتم أنها عبارة عن كرة من عنصر بسيط جدا، هو الهيدروجين، وهو أبسط عناصر الطبيعة. الهيدروجين هو عبارة عن ذرة فيها إلكترون سالب يدور حول بروتون موجب. هذا أبسط تركيب لذرة الهيدروجين، وهو أول العناصر تشكلا بعد خلق الكون. تصور أخي الحبيب هذه الآلية الرائعة التي تعمل بها الشمس. بسبب الحرارة الهائلة، ملايين الدرجات المئوية في باطن الشمس، فإن ذرات الهيدروجين تلتحم وتندمج اندماجا. هي لا تتفاعل تفاعلا كيميائيا عاديا، بل اندماجا. تنصهر ذرات الهيدروجين بعضها ببعض، ثم تتشكل من كل ذرتين ذرة هيليوم، وهو العنصر الثاني في الطبيعة، عبارة عن إلكترونين سالبين يدوران حول بروتونين موجبين. هذه الآلية البسيطة سبحان الله هي التي تضمن لنا الدفء. لولا الشمس أحبتي في الله، فإن درجة حرارة الأرض ستنخفض إلى 273 درجة مئوية تحت الصفر، درجة حرارة أجزاء كبيرة من الكون. لولا الشمس أحبتي في الله لما تحرك الهواء، ولما رأينا هذه الأمواج، أمواج البحر، ولما تحركت السفن، ولما تشكلت الغيوم، لأن البحر تتبخر منه المياه باستمرار الآن وأنا أحدثكم. هناك ملايين تبخر من بحار الدنيا، تصعد وتتكثف بشكل غيوم، والمحرك هذه الدورة، دورة الماء، محركها هو الشمس، هو مولد دورة المياه، هي المسؤولة عن تشكل الغيوم. لذلك أنا هنا لدي في القرآن العظيم إشارة رائعة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس. ثم في الآية التالية مباشرة، هذا في سورة النبأ، ماذا قال؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يعني مباشرة الله عز وجل جعل هذه الشمس الوهاجة وسماها بالسراج، لم يقل وجعلنا شمسا، لا، قال سراجا، أخذنا إلى آلية عمل
هذه الشمس، وهذا من بلاغة القرآن وعظمة القرآن، أنه يأخذك مباشرة إلى اسم يعبر تماما عما يحدث داخل الشمس. لماذا سميت بالسراج؟ لأن السراج حقيقة أعرفه أو المصباح الذي يعمل على الوقود هو عبارة عن زيت يشتعل أو وقود يشتعل فيولد الضوء والحرارة، والوقود يشتعل كيف يشتعل؟ من خلال تفاعل ذرات الكربون مثلا مع ذرات الأكسجين في الهواء، ويتولد غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وبخار الماء وغير ذلك، وتتم هذه التفاعلات حقيقة داخل المصباح. هنا في الشمس الآلية ذاتها، ولكن بدلا من الكربون الهيدروجين يشتعل، سبحان الله. طيب من أعلم محمدا عليه الصلاة والسلام؟ أنا هذا الذي أود أن أطرحه على كل ملحد. من أعلمه أن هذه الشمس لها آلية عمل هندسية في توليد الطاقة والحرارة؟ هي ذاتها آلية عمل السراج الذي نعرفه منذ آلاف السنين. كيف عالم ليسميها سراج، سراجا وهاجا؟ من الذي أخبره من العرب أو من الهند؟ أو من الذي كان يسميها سراج أصلا؟ هذه تسمية قرآنية دقيقة جدا. ثم انظروا إلى كلمة وهاجة، يقول العلماء إن الشمس الآن في منتصف شبابها، في عز شبابها، في أكثر مرحلة يمكن لنجم أن يتوهج فيها، وبعد مليارات السنين سيخبو ضوءها وتتكور على نفسها ويخفت الضوء والحرارة والأشعة الضوئية والطاقة التي تبثها ستخبو وتتحول إلى عملاق أحمر قليل الإضاءة. وهنا تظهر عظمة القرآن عندما قال إذا الشمس كورت. كورت أي خبى ضوءها، وهذا الأمر أحبتي في الله ذكر في زمن لم يكن أحد يتخيل أن هذه الشمس ستكور. ذات يوم كان الناس يعتقدون بأزلية الكون وأزلية الشمس وأنها موجودة منذ الأزل وستبقى إلى ما لا نهاية، ولكن الله عز وجل أخبرنا أن كل شيء له نهاية، وهذا يتفق مع المعطيات العلمية الحديثة. وجعلنا سراجا وهاجا. طبعا هنا لا يقتصر الحديث فقط عن الشمس. الله عندما يتحدث عن الجبال ماذا يقول؟ لا يقول وألقى في الأرض جبالا، بل يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سبحان الله. لماذا قال رواسي؟ ليقول لك أخي الحبيب إن هذه الجبال لها مهمة، وهي تثبيت الألواح الأرضية الرقيقة التي تعوم على طبقات ملتهبة، فهذه الجبال تعمل مثل مثبتات لكي لا تميد وتهتز وترتجف بين الأرض وتكثر الزلازل. لذلك نجد أن معظم الهزات الأرضية تحدث عند الجبال، تمتصها هذه الجبال. يعني انظر أخي الحبيب، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من عظمة كتابه أنه قال لك وألقينا في الأرض رواسي، يعني أعطاك الاسم الذي يحمل في داخله آلية عمل هذا المخلوق وهي الجبال. وفي حالة الشمس قال وجعلنا سراجا وهاجا، أعطانا الاسم الذي يحمل في داخله الآلية الهندسية لعمل هذه الشمس. بالله عليكم، يعني هذا كلام بشر؟ هل معقول أن نبيا كريما أميا يعيش في صحراء قبل 14 قرنا لم يكن
يعلم من الثقافة إلا ما علمه الله. كانت ثقافة الإبل والخمر والكأس والبكاء على الأطلال والتغزل بالحبيب والناقة، وهذا هذه ثقافة الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي. من أين جاء هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بهذه الدقة العلمية في كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، وألقى في الأرض رواسي؟ ما معنى رواسي؟ السفينة على ظهر هذا البحر إذا لم يكن لها مرساة ثقل في الأسفل لا تتوازن، سوف تنقلب، وهذا معلوم ممن يدرسون تصميم السفن، حقيقة علمية هذه. السفينة إذا لم يكن فيها مرساة أو ثقل يحدث توازن أثناء عندما تعوم على سطح الماء، فإن هذه السفينة ستنقلب وتغرق. لذلك هذه الجبال سماها رواسي، لأن لها ثقل من الأسفل في أعماق الأرض، يسميها العلماء جذور الجبال. هذه الجذور أثقل بعشرات المرات مما يظهر من الجبل فوق سطح الأرض، ثقيلة جدا، لها مرساة هذه الجبال، لذلك سميت رواسي. كذلك الشمس سميت سراجا لأن فيها عمليات اشتعال واحتراق واندماج نووي، تشبه السراج إلا أنها بآلية مختلفة، هي شبيهة نفس المبدأ ولكن الآلية طبعا مختلفة، آلية الاحتراق ولكن آلية العمل واحدة. كما أن السراج يبث الضوء والحرارة، أيضا هذه الشمس تبث لنا الضوء والحرارة وتحرق مليارات الأطنان في سبيل أن تعطينا هذا الدفء، وتولد فرق درجات الحرارة يولد هذه الرياح التي نسمع صوتها والتي تشكل هذه الأمواج وتساهم في عدم هذا البحر وهذا الماء، سبحان الله. وجعلنا سراجا وهاجا، ماذا قال بعد ذلك؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما علاقة الشمس بالمعصرات أي الغيوم التي تنزل الماء الثجاج الغزير النقي؟ واضح العلاقة أيها الأحبة، كأن القرآن يريد أن يقول لك ما درسته في دورة الماء أن هذه الشمس تتوهج وتبخر ماء البحر ويتكثف ويشكل غيوما تشبه المعصرات، تعصر الماء عصرا وتنزل هذا المطر. فهذه الحقيقة التي نراها اليوم وندرسها ولم تكتشف إلا في العصر الحديث، الله أنبأك عنها أيها الملحد. إذا لماذا لا تصدق كلام القرآن؟ الحقيقة القرآن أحبتي في الله معجزته في داخله، لا داعي أن نثبت يعني سند هذا القرآن أو من أين جاء أو كيف جاء، يكفي أن تقرأ القرآن يكفي أن تقرأ القرآن لترى معجزته داخل كلماته. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب بالله عليكم، من يستطيع أن يصف هذا الوصف الدقيق ويربط هذا الربط العلمي الدقيق إلا خالق الشمس البحر، خالق الغيوم، خالق الجبال الذي خلق كل شيء. لذلك أحبتي في الله أرجو أن تكونوا قد ازددتم إيمانا بعد هذه التأملات التي أحببت أن أبثها لكم، وأنا أتأمل هذا المنظر اللطيف، أسأل الله عز وجل، لأن الله وضع في كل شيء آية تدل على أنه واحد، فكل منظر تراه أمامك لابد أن تجد فيه إعجازا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين. ولا تنسوا أحبتي في الله أن التفكر في خلق الكون هو جزء من عبادتنا، وهذا ما يميز الإسلام على عكس الأديان المصطنعة التي اصطنعها البشر.
تعتمد على العاطفة، تعتمد على أن تغمض عينيك وتترك عقلك قبل أن تدخل في هذه الأديان، بينما الإسلام لا يسمح لك بإغلاق العقل. الإسلام يقول لك فكر واكتشف وابحث واخترع، وسوف تجد كل ما اكتشفته ستجده واضحا في كلام الله عز وجل الذي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ماذا؟ نحن نرى الآن في آفاق الشمس آية من آيات الله، حتى ماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية، أي في شك، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.